أنا قريت في الصحف هاد الأيامات وسي مهدي بصيفط وزير التواصل قال لي ودي راه كتبوا في الجريدة الفلانية الغياب ديالك، عاوتاني كتبت واحد الجريدة أخرى. أنا هادشي تيضحكني منكم علاش؟ لأن الواحد فاش ما تلقى ما يقول تيقول هادشي ياك الحمد لله ما كتبوا لا ملف تاع الفساد، ما كتبوا بأن خلق أزمة داخل الحكومة، ما قالوا بأن الحزب غادي يرجع اللور. انا كنعتبر بان هادو اللي ما شافونيش ما بغاوش يشوفوني. الحاجه الثانيه، ما حضرتش رئيس الحكومه لان سمحوا لي نقولها لكم، يمكن هذا سكوب، انا بشر انسانه بحالي بحالكم. انت ما عمرك تيجوك الحلاقه؟ ما عمرك تضرك الضرسه؟ ما عمرك تمرض؟ انا تنجاوب شنو زعما؟ حيت انا وزيره عندي الحصانه، عندي الحصانه حتى في صحتي، ما يمرض حد، ما ولدي تيدوز الباك ما نمشيش نوصلو للمدرسه نخليه. هادشي اللي كاين، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير. عيب وعار الى لقيتو شي حاجه عليا ولا على حزب الانصار والمعاصره، وانتم مشكورين وقلتها لكم واحد المره بان هاد حريه التعبير اللي كاينه في بلادنا وحنا تنتشبتوا بها تتمكننا حتى حنا كمسؤولين. أو واحد الصحفي ما نقولش سميتو، واحد الصحفي ما نقولش سميتو بين لي واحد الميل داخل وزارتي، وكل ما كانش هذاك الصحفي يمكن ما غاديش نصيفط المفتشيه لهذيك المؤسسه. وفاش مشات المفتشيه تبين لي خلالات وقلت هذاك السيد من المسؤوليه، وهذا كل ما كانوش رجال ونساء الاعلام تيصعب حينا لان حنا راه تنشتغلوا في وسط ملفاتنا وبغينا نحققوا الكثير. ولكن يجي يقولوا المنصوري باينه، المنصوري ما بيناش، واش المنصوري كتخدم؟ هذا هو السؤال. واش المنصوري التزمت مع المغاربه بان غادي تخرج دعم السكن وبالرضا صاحب الجلاله الحمد لله في الاجتماع تعطات انطلاقه؟ واش من بعد 3 شهور 10000 تاع المغاربه المواطنات والمواطنين ما كانش عندهم درهم وما كانوش عندهم الامكانيات بالدعم ديال اكثر من الثلث ديال الثمن؟ هذا هو اللي كيهمني. واش المنصوري مشات خدمات العلم القروي؟ واش التزمات بالمراكز الصعيده؟ واش المنصوري قالت لكم لان باش المغاربه يكونوا كلهم بحال بحال قدام القانون غادي تصادق على تصاميم تهيئه، وخاصه في المناطق والمدن الكبرى اللي عليها الضغط واللي تنعرفوا كيف الامور كانت تدوز مع لوبيات الفساد؟ هذا هو السؤال اللي خصكم تطرحوا. ما المنصوري باند ولا ما باند، ما شفتش انا تندير عرض الازياء ولا شي حاجه، انا خدامه خدامه، واللي غيحاسبوني غيحاسبوني المغاربه في 2026. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.